انطلقت أكبر مسيرة منذ افتتاح قمة المناخ كوب 27 من قلب مدينة شرم الشيخ، وذلك للمطالبة بالعدالة المناخية. وأكد المتظاهرون من تحالف القوى المدنية لتغير المناخ على ضرورة تحقيق العدالة المناخية، وشدد المتظاهرون والمشتركون في هذه المسيرة على أهمية العدالة المناخية وبتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر. تعرف الراجل اللي شال الكاميرا على الترايب ده عايز نص ابن حرام، عايزين يحترمنا. متوقعين صوتنا يوصل كمجتمع مدني بصفته مراقب في الكوب 27 لقضية العدالة المناخية، وتأثيرنا كمجتمع مدني تحالف على قضية واحدة وهي قضية التغيرات المناخية، وأن الدول المتقدمة تساعد الدول النامية فعلا بخطط تمويلية عشان تقدر تلبي احتياجاتها من الاستراتيجيات الوطنية للدول النامية الأفريقية. احنا بنوصل رسالة ان احنا معا من اجل التنفيذ، احنا عاوزين نحقق العدالة المناخية، عاوزين تعويض من الأضرار والخسائر اللي بتسببها الدول الصناعية الكبرى لدول افريقيا ومنها مصر. احنا واقفين كلنا كمجتمع مدني بنتكلم على حقوق المزارعين في نتيجه التاثر السلبي للتغيرات المناخيه. احنا بنساعد فئات صغار المزارعين، وفئات صغار المزارعين في الانتاج الزراعي بيتاثروا جامد بسبب التغيرات المناخيه. ارتفاع درجه الحراره بتؤدي الى ضعف الانتاجيه وضياع المياه وتاثير كبير على تكاليف الانتاج. احنا النهارده موجودين عشان ننادي بالعداله المناخيه للقاره الافريقيه، زي ما حضرتك سامع الهتافات. القاره الافريقيه من اقل القارات تاثيرا بالتغيرات المناخيه، ولكنها اكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه، وعشان كده بنطالب بالعداله المناخيه للقاره الافريقيه خاصه، ونطالب الدول المتقدمه اللي هي بتسبب التأثيرات الضارة بالتعويضات المالية للقارة الأفريقية. إحنا تحالف جمعيات أهلية وتحالف شباب من أجل المناخ، من أجل جايين نتكلم عن قضية تغير المناخ وإزاي إن هي بتأثر علينا كشباب، بتأثر علينا كبيئة، بتأثر علينا كمجتمع مدني وكمجتمع عامة. جايين نطالب بالعدالة المناخية، لأن العدالة المناخية هي اللي هتمنعنا من الاحتباس الحراري، وهتمنعنا من الحاجات اللي هتحصلنا في المستقبل اللي إحنا مش شايفينها دلوقتي، بس إحنا شايفين بوادرها. إن إحنا دلوقتي إحنا في فصل شتاء، احنا مش حاسين بشتاء، فاحنا حاسين ببوادر المناخ اللي جاي علينا وتغير المناخ عامل ازاي. المسيره من صوت مصر، من صوت المجتمع المدني في مصر، يصل للعالم كله ان مصر تنادي بالعداله المناخيه، ونحن كمجتمع مدني معني بقضايا التغيرات المناخيه، فصوتنا صوت الدوله المصريه، هو صوت عالي، هو وقوه المجتمع المدني في مصر بقوه الدوله المصريه.